مرحبا شباب. لا تخافون، ما عندي شو وياكم. مرحبا، بس جينا نوصل صوتكم. انت شنو اللي مقعدك بهذا المكان؟ اوفا هذا لعبان اروحه من المخشوش. عده خاطر وبوصل صوتي شركه الامم المتحده. شركه الامم المتحده عده اوصل صوتي المنظمه سكر بلا حدود. عده اوصل صوتي للحكومه اقول لهم اخذوا الكراسي اخذوا المناصي بس رجعونا ابو نعاس بس رجعونا ابو نعاس. يعني مطلبكم ارجاع ابو نعاس؟ ايه بس الريد ابو نعاس. شكرا لك. انت ليش قاعد بهذا المكان؟ ليش ما اخترت مكان افضل من هذا؟ انت مو حيدر سفينه؟ بلي انا حيدر. انت مو كنت قاعد ويانا ابو نعاس هنا نفس هاي القعده؟ انا قاعد وياكم هنا ابو نعاس. ايه انت بعينك. اسمع صوت اجا وجا. فعلا هذا صوت الاهالي، يبدو انه الاهالي بداوا يقتربون من حدائق ابو نعاس. طبعا العوائل السعيده اللي بعوائل اللي بابو نعاس خلاه احكي اعطينا مجال وين تجيت عليه؟